مباشر وجهته القيادية في التحالف الكردستاني ورئيس لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل إلى رئيس الحكومة نور المالكي بتعطيل وإيقاف مشروع مد الكابل الضوئي عبر العراق إرضاء لبعض الدول المجاورة. دخيل أكدت أن الحجج التي رافقت إيقاف المشروع جميعها عارية عن الصحة. نحن نعتقد أن هذا المشروع قد وقف لصالح بعض الجهات أو الدول الإقليمية والدول المجاورة. أخوان، أحب أن أشير لكم أن هذا الموضوع أو هذا المشروع ليس الأول الذي توقفه الحكومة العراقية. وزارة الاتصالات تعاقدت مع شركة لمد كيبل ضوئي، وهذه الشركة قد أكملت 80% من المشروع، ولكن مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة قد عطل هذا المشروع بحجة أن هناك خرق أمني على أمن البلد. هذا المشروع مشابه لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي توقف لصالح ميناء مبارك. إذا توقف هذا المشروع ثقوا أن العراق سيخسر موقعه استراتيجي وملايين الدولارات، وسنكون في موقف محرج جدا. وما أن انتهت اتهامات رئيس لجنة الخدمات للحكومة ورئيسها حتى سارع ائتلاف دولة القانون إلى الرد عليها والكشف عن ما وصفه بالفساد الذي رافق تنفيذ المشروع من قبل شركة نوروز تيل الكردية المنفذة له، متهما أطرافا سياسية ببيع معلومات أمنية لصالح دولة إقليمية لم يكشف هويتها. هذا العقد الذي دافع عنه البعض بضغوطات سياسية من زعماء كبار أرادوا تمرير هذه الصفقة لصالح شركاتهم ومصالحهم، هنالك مخاطر أمنية شديدة جدا، هنالك دول إقليمية دخلت مع هذه الشركة وهي تتجسس على الأمن العراقي، وسمح لها أن تكون شريك غير مباشر، وبذلك كل مواطن عراقي وكل مسؤول عراقي وكل الأجهزة الأمنية وكل الاتصالات ستكون بعد ثواني بيد هذه الدولة الإقليمية وتعرف عن أمننا القومي بالتفصيل. ومع ذلك يصر بعض السياسيين على تسليم الأمن القومي العراقي لهذه الشركة. ويرى مراقبون أن الكابل سيشعل أزمة جديدة تضاف إلى جملة الأزمات التي تشهدها علاقة الحكومة الاتحادية بالإقليم، سيما وأن أحد أهم شروط التي يحويها العقد هو تنفيذ المشروع من قبل إحدى الشركات الكردية على أن تذهب 74% من إيراداته كأرباح للشعب العراقي و26% للشركة المنفذة. سنان عدنان، السومرية.